يا اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا بقى ندخل في موضوع ماتشنا النهارده امام غزل المحله. طبعا عندنا ماتش مهم، اي ماتش بالنسبه للنادي الاهلي على فكره في اي مرحله من مراحل مسابقه الدوري هي مباراه مهمه، لان احنا كمان عدينا قبل كده بتجربه نزيف النقاط الضائعه، وده طبعا شيء ما نفسناش ابدا ان هو يتكرر باي حال من الاحوال. عايزين نتكلم بقى مع حضراتكم ومع ضيفنا اللي منورنا في الفقره دي عن طبعا الجوانب الفنيه وعن الحاجات اللي لازم كلنا ناخد بالنا منها خلال الفتره الجايه، ده طبعا الى جانب كلامنا في ملف التحكيم. كل ده هنتكلم فيه مع ضيفنا العزيز الناقد الرياضي الاستاذ عبد المنعم فهمي اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الفل يا فندم. صباح الفل، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ بونجور يا استاذ عبد المنعم. والله العظيم بنبسط لما بتكون معايا بكل اللغات. المهم كلامنا يبقى بالعربي. ماشي. عشان احنا عندنا كلام مهم، وانا هبدا معاك معلش مش هاخد كتير في اللقاء بتاع الاهلي والزمالك ولقاء القمه، لان احنا عندنا خلاص حاجات قدام مهمه، بس هروح مع اللقاء ده تحديدا على قضيه التحكيم. الطاقم التحكيمي الاسباني اللي كان اكثر من رائع بصراحه، شفنا مباراه سلسه، شفنا مباراه جميله، شفنا هدوء في الاجواء في الارض، شفنا فيرم او زي ما بيتقال كده في منحنى لا فيرم حاجه يعني حاجه يعني مهم يعني في صرامه لما كان في اي لاعب، وبتكلم اي لاعب بيحاول يضيع وقت، كنت بتلاقي الحكم رايح والموضوع يا تقوم يا هتاخد كارت. فلا كان اداء تحكيمي اكثر من رائع. ممكن نبدا بالاداء التحكيمي الاجنبي ونتكلم شويه عن التحكيم المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول طبعا عقده الخواجه ولا الحكم الاجنبي مختلف عن الحكم المصري، ولا اسئله لازم نقولها الاول؟ طبعا طبعا، لان دي بتفرق. طبعا الحكم الاجنبي اكيد يعني له ستايل وله شكل مختلف وله احترام المختلف وليها ليه سي في نظيف، يعني هو جودته برضه، ما هو جاي وما عندوش خلفيه في مشكله بازمه وفاكر فلاني لما عمل غلطه الفلانيه وفاكر مش عارف مين. فده جاي بخلفيه نظيفه وجاي الدنيا كلها بالنسبه له مهيئه ليه انه يبقى يعني يؤدي مباراه كويسه، فكل الناس بتتقبل هذه القرارات والاحكام. وخلينا نقول برضو جزئيه مهمه، ان الحكم ده جاي وعارفين انه جزار في اعطاء الكروت الملونه واعطاء في ونفس التوقيت اعطاء ضربات الجزاء. فكل الكلام ده اتنشر عنه قبل او اول ما تم الاعلان عنه، فكل الناس قرت، المدير الفني اكيد في الاهلي قرا، المدير الفني في الزمالك قرا، اللعيبه يعني قرت عنه كل التفاصيل، فبالتالي كانت خايفه انها تعمل اي حاجه وتلاقي ايه في مشكله. طب في الاداء بتاعها لو بعدين جاي من غير حسابات ولا عارف مين اللعيب النجم اللي لازم يلعب. ما يعرفش هو، يعرف بس في مصر محمد صحيح. صلاح بس محمد صلاح ما بيلعبش في مصر. تمام. فده اللي ادى الانطباع على انه حكم جيد. يعني هو حكم جيد وعدى بالمباراه الى بر الامان وساعده كده الجمهور، سلوك الجمهور، سلوك اللعيبه كان رائع بصراحه من الجانبين الفني. وده واللعيبه نفسها يعني ده اللي خلى رابطه الانديه المحترفه المصريه تشكر النادي الاهلي وتشكر جمهورين وتشكر السلوك الرائع ده، لان من ايام من فتره كبيره ما شفناش السلوك الحلو ده والرائع ده، وده اللي خلى الناس كلها بتتكلم على الفنيات. الاهلي كان حلو في الشوط الاولاني، الزمالك كان حلو في الشوط الثاني، الناشئين ظهروا في الزمالك، النجوم الاهلي في شويه مستوى ما كانش، فالناس كلها كانت بتتكلم في الفنيات ما بتتكلمش في حاجه ثانيه خارجه عن الاطار الفني، وده المطلوب. يعني اي مباراه تتلعب المفروض ان اركز على حاجه واحده بس، المباراه، كاتشانه المديرين الفنيين، تغييراته، المباراه مشيت ازاي، اتعمل فيها ايه، ايه الدروس المستفاده منها، ما ببصش بقى على الجمهور وشتايم الجمهور وده بيشتم في ده. لا كان في تركيز، عشان كده الكوره بتتقدم في البلاد الثانيه عشان خاطر هم بيركزوا جوه المستطيل الاخضر. لا بس اقول لك حاجه برضو، يعني في شغب كتير جدا بيحصل خصوصا بعض البلاد، يعني الجماهير الانجليزيه يقابل برابع بيحصل، بس احنا سعداء، مش هنقارن نفسنا، احنا سعداء كابتن عبد المنعم استاذ عبد المنعم ان احنا وصلنا بالرقي ده. كابتن حلو، انا والله بيتقال لي كابتن نهاوند، انا شخصيا انا عاجبني برضو كابتن وبعدين يا كابتن. فالمستوى اللي احنا وصلنا له هو ده اللي فعلا لازم ان احنا نشيد بيه، لان كان حاجه راقيه جدا، ده حاجه راقيه وركزنا ومن اللعيبه ومن الكل بصراحه. لكن حكم
يعني كان في تخوف منه في البدايه، لكن الحكم عدى المباراه الى بره الامان وخلانا نتكلم فنيا، وده نتمنى ان كل الحكام اللي يجوا مصر يكون بالشكل ده من الانديه الخمسه الكبرى. صحيح. من الدوريات. انا قبل بس ما ندخل في بقيه التفاصيل والفنيات والتحكيم الى اخره، انا بس عايز اقف للحظه عند اللي نهواندو حضرتك اتكلمتوا عنه دلوقتي. اتفضل. هو مش المفروض انه لا يصح الا الصحيح، والمفروض ان الرياضه هي اخلاق قبل اي حاجه، احنا ايه اللي حصل واستجد عندنا فبقى مشهد حلو زي اللي شفناه خصوصا مع نهايه لقاء الاهلي والزمالك واللعيبه كان وحشنا للدرجات دي وبنتكلم عنه وكانه امله، هو مش ده المفروض يبقى ده الحال؟ ده دايما ايه اللي حصل فما بقاش ده الحال؟ اللي في ايدك ده موبايل، ده حاجه من ايد حضرتك. انا قلم. لا موبايل جنب حضرتك والموبايل انا الموبايل مش معايا. ده ايه بقى؟ سوشيال ميديا. سوشيال ميديا ضخمت من كل شيء. السوشيال ميديا خلت البني ادم العاقل مش عاقل، خلت البني ادم اللي قاعد في بيته عارف كل التفاصيل، بني ادم يعني كان بيشتم في المدرجات ده بيشتم وقاعد في بيته عادي جدا، والشتيمه بتوصل خلي بالكم يعني. فالسوشيال ميديا دي هي قافت العصر كله، ليس على كره القدم ولا الرياضه ولكن على كل مفاصل حياتنا، وده اللي ادى بينا الى ان احنا نشوف جرائم بتحصل من يومين ثلاثه، جريمه بشعه الناس كلها بتتكلم عنها، ازمات ومشاكل بتحصل في الملاعب المصريه بالملاعب العالميه، ده كله اثر. بنشوف النجوم متاثرين جدا بالسوشيال ميديا ومتاثرين جدا بكلام والله الناس. والله انا مش شايفه ان اي حد ممكن ان هو يدي اي اهتمام للتعليقات السخيفه على السوشيال ميديا. لا ازاي؟ لا اقول لك ازاي ولا الهوى. انت مفروض طبعا. بص يا استاذ عبد المنعم اقول لك وجهه نظري. انا دلوقتي لو شخص محترف في اي مجال كان، لاعب، مذيع، سياسي، وات ايفر، لما انا ببقى في هذه النقطه من الاحترافيه المفروض ان انا ابقى عارف ان انا في ناس عندها مشاكل نفسيه، في ناس حاقده، في ناس بتنتمي لمنافسين، في ناس داخله لجان، في حاجات كتير، وفي ناس صادقه، فانا المفروض ابقى واخد الموضوع بطريقه بروفيشنال ولا التفت لده. التفت ليه؟ التفت للناس اللي تهمني في المربع بتاعي، اللي انا عارف ان النصيحه خارجه منهم لمصلحتي، لكن انا اجيب دلوقتي لاعب عالمي واقول ان هو السوشيال ميديا بتاثر فيه، يعني صعبه شويه. لا مش صح. ما هو ده مش صح لو كان حصل. بتاثر في كل العالم. بس لازم بليفل يا استاذ عبد المنعم. نعم؟ لازم بليفل معين، لما يبقى حد محترف غير لما حد هاوي، غير حد جديد، غير حد مخضر، يعني ده اللي انا اعرفه. لا اللي تعرفيه حاجه والواقع حاجه ثانيه. يمكن والعالم الله متاثر. طب ده رايي. بدليل لعيبه الكوره اللي في المحترفين حضرتك بتقول عليهم ما بيسيبش التليفون اللي هو نازل ارض الملعب، بيكتب انا نازل انا مش عارف ايه، وده بس هو بيتعامل باحترافيه، بيتعامل مع السوشيال ميديا عادي جدا وبيتكلم عن حياته، بينشر رونالدو، بينشر كل ال بيبقى في ناس ماسكه لهم السوشيال ميديا عامه، يعني مش هم ال 24 ساعه دي. لكن المبدا اللي نهاوند بتتكلم فيه الى حد كبير طبعا منطقي، والا ما كانش يتقال على الشخص ده ان هو محترف في حته. بالظبط. ولكن في نهايه الامر برضه الامر لا يخلو، احنا بنتكلم في الاخر على نفس بشريه، ممكن كلمه تجرح. طيب. تضايق توجع. هقول لكم على حاجه بسيطه. اللي حصل مع راشفورد والطالب المصري. الشرقية. يعني تخيلي شركة يعني تدير أعمال أو تدير السوشيال ميديا بتاعة راشفورد، ماركوس راشفورد اللي هو اللاعب الإنجليزي المعروف، وعملت وهتقاضي لاعب أو طالب علاج طبيعي مصري. طيب الفيفا من 3-4 أيام عمل حاجة ناس مش واخدة بالها منها، طلعت تقرير بتدين فيه كل ممارسات السوشيال ميديا الضارة التي تؤدي إلى أن التأثير على النجوم، وقالت شدوا بثلاثة بصفة خاصة منهم محمد صلاح. لا محمد صلاح ما اظنش، انا قريت التقرير ما شفتش محمد صلاح. محمد صلاح وحد تاني. لا وكان كانوا عملوا احصائية مين اكثر نجوم مهند لاشين. لا انا بتكلم على واقع معين. مهند لاشين كان في مصر. وكيروش نفس الحكاية. يعني خلينا نتكلم عن حاجة يجرم عليها القانون، يعني مجرمة خطأ أو غلط. أو لما تتكلمي لفظ مش تمام. ما هو ده معناه إيه؟ معناه إن الفيفا يعني راصد القصه دي، يعني القصه دي موجوده والمشاهير اصبحوا يتضرروا منها. ما هو الاراء يا استاذ عبد المنعم، بس عشان نعدي حته الاراء نعديها. الاراء كويسه جدا ان الناس تقول رايها حتى لو راي مناقض، لكن لو حد هيغلط من حقي انا ان انا اقضي. السوشيال ميديا كلها غلط. لا لو حد هيعدي حدوده يبقى من حق الشخص الثاني ان هو يقضي، وده حركه يعني 100% سليمه. ان السوشيال ميديا اثرت تاثير سلبي، هي شغلت البال كتير كمان نواحي الرياضه. خلينا في الرياضه وكره القدم تحديدا، هي اللي خلت الناس يعدوا حدودهم زي ما انت بتقولي. بالظبط. قبل السوشيال ميديا ما كانش عندهم منبر ينفس عن غضب. كان يبقى منشط في جريده، كان يبقى حاجه زي كده، او في المدرجات الناس تروح المدرجات. فبالتالي ما فيش مدرجات فبينفسوا فين؟ ما هو على فكره عوده الجماهير دي ممكن تؤدي الى ان ايه؟
خلاص الناس بتشوف رأي العيني، بتشوف بتتكلم من خلال المدرجات، تتكلم تهتف لجمهورها، تهتف ضد جمهورها، انما الناس ما فيش قدامها غير السوشيال ميديا فبتنفس من خلالها، وده اللي عامل ازمات. بقى عنتري الاداء طبعا براحته بقى ومش همه، برغم انه خلي بالك مرصود ومعروف، ما هو متداري ورا الكيبورد ده، هو ما يعرفش انه معروف ويعرف يجيبوه من الـ من الـ ده انت تجيب اي حد كده مباحث الانترنت كده وانت قاعد يجيب لك الاي بي ادرس، بيعرفوه. خلينا بعد اذن حضرتك بس ايه نطلع فاصل سريع ونرجع تاني نكمل كلام. ماشي اتفضل. لسه حديثنا مستمر مع الأستاذ عبد المنعم والنقد الرياضي المعروف طبعا، معروف بصراحته، معروف ان هو اساله اي سؤال يجاوبك زي ما كنت بقوله في الفاصل. استاذ عبد المنعم لما بتحب نقاط معينه نتكلم بس فيها بس قال لي اسالي براحتك. صح. احنا كنا في فاصل. براحتكم نقول احنا عايزينه في فاصل. ماشي طيب نبدا بقى كده نتكلم شويه تفاصيل. وعندنا ملف طبعا المدير الفني، وعندنا ملف غزل المحله، وعندنا ملف بيراميدز، عندنا لسه كلام كتير. نبدا بايه؟ براحتك اختار بقى. انا بحاول مفيش اي مشكله الثلاثه زي بعض. طيب نبدا بالمدرب الفني او المدير الفني ان شاء الله. طب انتوا عندكم معلومات، انتوا في قناه النادي الاهلي عندكم معلومات؟ المفروض انا اخد معلومات. احنا كنا في بدايه الحلقه بنتكلم ان اكيد النادي الاهلي مش متاخر، احنا قاعدين نقرر في بعض. شوف مين عنده لا اكيد لا. الكلام اللي ممكن يتقال ملف صعب. طبعا ملف صعب، واختيار المدير الفني صعب جدا. ليه؟ ومحتاج وقت. لما تمشي موسيماني، لما تمشي فايلر، لما تمشي اي اسم بيجي النادي الاهلي، لازم تختار مدير فني يليق بالنادي الاهلي 100%، يليق بالنادي الاهلي ويليق بشروط النادي الاهلي والحاجات اللي بيتمناها النادي الاهلي في المدير الفني. المدير الفني اللي يجي النادي الاهلي، انا مش هتكلم على اسماء، في اسماء كتيره جت وزي ما جت زي ما مشيت. في اسماء جت النادي الاهلي سابت بصمه، مش اسماء انما مجرد مديرين فنيين، لكن النادي الاهلي توسم فيهم الخير وبالفعل خرجوا من مغمورين الى اصبحوا مشهورين، ولم ينجحوا الا مع النادي الاهلي، وده شيء غريب جدا. وفي ناس نجحت في غير النادي الاهلي. فمعنى كلامي ايه؟ معنى كلامي ان النادي الاهلي بيصنع نجوميه المدير الفني او يزودها او يصنع اسماء المديرين الفنيين اللي جايين، وده بايه؟ بمنظومته. انا مش بجامل طبعا، الناس كلها عارفه كده، بمنظومته، بلعبته، ببطولاته ونتائجه طبعا. في حاجه مهمه ما نسناش، الناس مش واخده بالها منها، ان المدير الفني يحاسب في النهايه وليس في المنتصف. طب هتقول لي لما ولا بالقطعه انت مشيت المدير الفني ليه في نص الموسم؟ مشيتوه ليه؟ النادي الاهلي مشاه ليه؟ لا، في توافق حصل على الانسلاخ. فطالما في توافق من الطرفين خلاص الامر منتهي تماما، وبالتالي لابد من البحث عن مدير فني يليق بالنادي الاهلي. طيب الاهلي ايه الشروط التي يجب ان تتوافر، لغه عربيه فصحى، ان تتوافر في المدير الفني اللي النادي الاهلي بيحتاجه؟ اولا النادي الاهلي مش محتاج مدير فني للفريق مجرد اسمه خلاص، او مجرد مدير فني يدير الفريق، لا، ده انت محتاج يبص على قطاع الناشئين، تمام، يعمل لينك وربط بين قطاعات الناشئين وبعضها. نفسي في مدير فني، انا بتكلم على امنياتي، واكيد النادي الاهلي بيفكر في كده. اثنين، زياده مستوى اللاعبين الموجودين، مش مجرد مدير فني يدرب وخلاص. انا ما بحبش نوعيه المدير الفني يجي يدرب وخلاص، لا، عندنا نواقص وعندنا مشاكل محتاجين حد يحلها. المدير الفني يطور من اداء اللاعبين الموجودين ويزيد من مستواهم، بدل ما اجيب لعيب، يعني مثلا في لعيب في الحته الفلانيه مستواه ناقص، انا مهمتي كمدير فني وعندي من الفنيات والامكانيات والملكات اللي تخليني اطور الاداء بتاعه، وفي نفس التوقيت اديله الباور واديله القوه اللي يخليه في مكانه كويس، بدل ما اشتري لعيب وامشيه واخسر فيه فلوس طبعا. اجيب ازود مستواه. يبقى المصنع بتاعي. اثنين، عندي قطاع ناشئين ابص فيه اشوف اللعيبه النواقص اللي عندي، او اتفق مع المديرين الفنيين على طريقه اللعب الموحده، اتفق معاهم على محتاج مهاجم السنه الجايه يكون موجود عندي، محتاج خط وسط مدافع، محتاج مثلا باك يمين، محتاج باك شمال، محتاج حارس مرمى، كل الحاجات يبقى فيه لينك بين قطاع الناشئين، وبالتالي اقدر استغل ال 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 اسمها ايه المخزون اللي عندي او قطاع الناشئين، واستفيد بيه في الفريق الاول. ده المفروض اللي يحصل، لما يجي مدير فني ملوش علاقه بالناشئين، مدير فني يبقى ادرب العيب واحط لهم خطه واقول لهم العبوا، لا، الكلام ده خلاص الاهلي اظن كده وازعم انه ما بدورش على ده. طب الناس كلها بتتكلم على فايلر. فايلر ما كانش الاسم الواو، كان اسم عادي، والناس هجمت النادي الاهلي ساعتها في انه اختاروا فايلر، وانا كنت موجود على الهوا ساعتها والناس كانت بتهاجم.
فايلر اثبت انه مدير فني رائع. ليه بقى؟ طب حصل كده مع مانويل خوسيه برضو اول ما جه. تمام تمام. وحصل مع موسيمان، الناس هجمت موسيمان وازاي كده إيه مش عارف ايه لحد ما يعني لحد ان هو جه على بطولات على طول. تمام. بس لكن فايلر النموذج ليه كان بيبص على الناشئين نمره 2 طور اداء اللاعبين. الاهلي طبعا ما فكرش فايلر تاني، عشان الناس بتقول لك انا بتكلم على فايلر يبقى هيجيبه. لا انا بتكلم على نموذج مثل فايلر، سنه صغير في الاربعينات يقدر يعمل مشروع من 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 مع النادي الاهلي، يقدر يطلع لعيبه كويسه، يختار لعيبه كويسه، يطور من اداء اللعيبه، عنده ملكات معينه. طب هي الخصائص والمواصفات اللي حضرتك بتفندها دي موجوده مش في كذا حد كبير، موجوده في كابتن سامي قمصان مثلا حد. ولا احنا لازم يبقى دايما عندنا مدير فني اجنبي؟ سامي قمصان انا سامي بحبه جدا على المستوى الشخصي، انسان متزن محترم جدا وفنياته حلوه، ويكفي فخرا ان هو صعد بفريق حرس الحدود من 3 سنين. كل اللي بيتكلم فنياته بيتكلم عنه بشكل كويس. بس انا مش عايزه يمسك دلوقتي، انا وجهه نظري الشخصيه كعبد المنعم لا، صعبه الدنيا عليه، صعبه الدنيا عليه لاسباب كثيره. اولا بس هو قطع شوط في يعني الصعوبات دي. بالمناسبه لو رجعنا للماتشين اللي فات، في حاجه انت لازم قبل ما انا اوعد الشخص نبقى احطه في مكان، لازم يبقى عنده ممكن في يوم من الايام هيبقى مدير فني في النادي الاهلي. سامي قمصان لم يهيئ لده السنه دي، لم يهيئ لده، ما كانش يتخيل في يوم من الايام ان موسيماني يمشي وهو تولى المسؤوليه. انا وجهه نظري كده. هو حصل مع مديرين فنيين قبل كده يعني محمد يوسف، عبد العزيز عبد الشافي، بس كانوا ايه مهيئين، وصلوا لمرحله من التدريب مع الفريق الاول لمرحله كبيره وخدوا شوط كبير جدا، فبالتالي خدوا المسؤوليه. انما سامي قمصان جت فتره من فترات عايزين مدرب عام تاني معاه مدير فني موسيماني مش عارفين مش اتقال الكلام، اتقال الكلام قبل كده. لكن سامي قمصان مدرب واعد، لكن الان لا، لسه في شويه صقل بالنسبه له. لكن هو عمل ماتش كويس جدا مع ايسترن، عمل ماتش كويس مع الزمالك، لكن في بعض الهفوات البسيطه طبعا وده عادي جدا. النهارده عنده اختبار مهم جدا، عنده اختبار بيراميدز، اذا ما كانش المدير الفني جاي، لا هو مدير فني واعد وصاعد ومحتاج فتره من الوقت علشان يمسك النادي الاهلي. وخلي بالكم النادي الاهلي مش من السهل ان هو يضحي بابن من ابنائه لا 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 ويغرقه في وقت صعب. اكيد وجهه نظري يعني هو لو شايف ان سامي قمصان هو مش معنى ذلك انه ما خلوش لاخر الموسم ان هو لا عنده مشكله فنيه او عنده ملوش علاقه فني، مدير فني راح بيجي مدير فني مكانه علاقه، محتاج وقت عشان خاطر يبقى ايه يمسك النادي الاهلي. واكيد اكيد مسؤولي النادي الاهلي مش عايزين يحرقوا سامي قمصان، محتاجين لما يجي الوقت المناسب ليه ويدوا له الفرصه. تمام. زي ما خد الفرصه مديرين فنيين كتير جدا ونجحوا فيها واصبحوا من المدربين الواعدين في الدوري المصري وليهم اسمائهم. طبعا. طيب علشان الوقت بيجري جدا، ملف المدير الفني ان شاء الله هيحسم قريب، والنادي الاهلي اكيد لما هيعلن هيكون الاسم موثق، لكن دلوقتي الكلام اللي بيتقال احنا مالناش لا لا يعني 6-7 اسماء بيدور حواليهم. احنا لما نعلن لا انا دايما بقول خد الخبر من صاحب المصدر، صاحب المصدر لما يبقى يعلن، والنادي الاهلي زي ما قلت في بدايه الحلقه المصدر. بالظبط. ما هو لما النادي بتاعنا يعلن احنا مالناش دعوه، فالنادي الاهلي لازم ياخد وقته. وانا قلت لك الاهلي بيدور على طبعا واسم سي قوي طبعا. وهو ذو شخصيه، لازم يكون ذو شخصيه قويه وسنه صغير بالتوفيق وفي نفس التوقيت يتوافق مع المشروع بتاع النادي الاهلي وتكون فلوسه حلوين. خلي بال حضرتك المديرين الفنيين يسمعوا اسم مصر دلوقتي يطلب الملايين، 6 ملايين و7 ملايين طبعا. عقد عمل جاي لهم، عقد عمل بقى مين جاي لهم؟ عقد عمل في مصر ما اعرفش ايه ده، غريبه جدا. يعني في المغرب العربي فلوس عاديه جدا، واللعيبه كده يجي مصر هنا يطلب اسم حاجه غريبه جدا. طب استاذ عبد المنعم، في مدرب كان بياخد من نادي البرتغالي مش هقول اسمه طبعا، كان بياخد كام؟ كان بياخد 150 مليون او في السنه حاجه زي كده، 50 المهم اسم رقم. تخيلوا راح السعوديه خد كام؟ 600 مليون ما شاء الله. يعني 600 مليون ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، رقم كبير جدا جدا. طبعا لما يجي مصر هنا هيطلب ايه؟ هيطلب 300؟ هيطلب 400؟ الله اعلم. طيب ربنا يستر. قدامنا دقيقه او اتنين، قول لنا كده ان شاء الله غزل المحله ايه؟ احنا بنتكلم ان هو البعض مستسهل المباراه، لكن احنا خلاص في المؤجلات ما عندناش رفاهيه ان احنا نخسر نقطه، فان شاء الله خير. ده لا الاهلي ولا المحله. وعشان ده اللي خلى المباراه صعبه. خلي بالك سامي قمصان على المحك لازم يكسب النهارده عشان
لصالح جمهور، خلي بالك الكلمه دي صالح جمهور، وكانه خسر النادي الاهلي اتعادل ما اتعادل بس برضه التعادل بالنسبه للنادي الاهلي ماتشات الاهلي والزمالك تحديدا الاهلي صح بيزعل صح الاهلي بيزعل والزمالك بيبقى مبسوطين قلنا ده وده يعني يؤكد ان يعني الاهلي متشرب قصه انه يكسب كل مبارياته يا ولازم مسهل يا مسهل وربنا يوفق النادي الاهلي يوفق وفق سمو مصطفى ان شاء الله ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا نورتنا. شكرا جزيلا. شكرا مسيو مسيو نكتب بمسيو بقى مش كده ماشي. هنطلع فاصل سريع يا حضرات، وبعد العوده من الفاصل تابعوا بقى الفقره اللي كنا بننوه انا ونهواند عنها في مقدمه حلقتنا النهارده، فقره مسجله نهواند راحت من خلالها فرع النادي الاهلي في مدينه نصر وحضرت كل تفاصيل وكل فعاليات اختبارات الناشئين في النادي الاهلي. فقره هتكون مهمه جدا، تابعوها وان شاء الله نشوفكم على خير يوم الاحد الجاي. We'll be right back.